كورنر. في البرو كورنر كالعادة مع وليد المنشري اخترنا لكم لاعب التونسي من أصول تونسية أنيس بن سليمان ينشط في فريق برومبي في الدنمارك. وي بشير اليوم معنا لاعب أنيس بن سليمان في الدنمارك، لاعب صاعد من أحسن اللاعبين الصاعدين توا في أوروبا وفي الدنمارك وفي العالم. أنيس بن سليمان معنا. ألو أنيس. ألو عسلامة. سافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. أنت معنا توا أون ديريكت في سوغ لا راديو شمس اف ام. به أنيس، تنجم تعرف بروحك للجمهور التونسي اللي ما يعرفكش؟ وي اسمي أنيس بن سليمان، من عام 2001، عمري 19 سنة. نلعب في كيب اسمها برومبي كوبنهاغ في دنمارك، في بطولة أحسن بطولة في دنمارك. عندي نلعب معها من سيف، أما بديت نلعب مع السينيور من فيفري. لعبت عملت الديبيو متاعي. بأنيس، أنت توا في الدنمارك تتسمى من أحسن اللاعبين الصاعدين، معناها the best young player in Denmark. شنو ستاتيو متاعك في برومبي؟ معناها في برومبي أنت معناها يحكيو معاك لي ديريجون مسؤولين، شنو يقولوا لك بالضبط؟ معناتها فرحانين بي على الأخر في برومبي. ما نحبش نكتب عليك، عملت الحمد لله ماتشات بالكدا قبل الكورونا وماركيت وعملت أسيس. معناتها كي كل شيء طاو يمشي بالكدا وإن شاء الله يكمل هكا، نكمل نلعب معهم ونلعب ماتشات بالكدا إن شاء الله. أنيس، توا معناها برومبي قاعدين نشوفوا باش تبداو تلعبوا البلاي أوف، شنو هو لي زوبجيكتيف التارجت نتاع الجمعيه نتاعك السنه في السيزون هذه؟ شنو نجم تعاود السؤال؟ ما سمعتكش. قلت لك البرومبي تلعب بلاي اوف توا، مش تبداو تلعبوا البلاي اوف، باش تلعبوا على البطوله على التيتر. شنو هو لي زوبجيكتيف التارجت نتاع الجمعيه نتاعك السيزون هذه؟ نحبوا نوصلوا مرقبه 3 30. اوكي. خاطر لنا في دنمارك الأول والثاني والثالثة يلعبوا كأس أوروبا، يلعبوا نجموا نترشحوا الأوروبا ليك، نوصلوا في المرحلة الثالثة، وإن شاء الله إن شاء الله معناتها إحنا تو في المرحلة الرابعة، وإن شاء الله نجموا مش نلعبوا ماتش غدوة كبر الثالث وإن شاء الله نربحوا. به أنيس، مش نحكيه شوية على الكيب ناسيونال تويكا، كانت لك تجربة أنت مع المنتخب في 2017 مع الأندر 17 مع تونس في 2017 مع يوسف الزواوي ومحمود باشا، وكانت في بالي تجربة خايبة شوية، أحكينا شنو صار بالضبط؟ والله الاكسبيريونس مع تونس، انا نحب تونس وموت على تونس، والاكسبيريونس في 2017 حاجه عمري ما مش ننساها. ما صارت حاجات، ما خديتش الشانس نتاعي باش نوري روحي في الانترينمون في الماتشات. تبوش على الانترينور محمود باشا ما عطانيش الوقت نتاعي، و معناتها ما حكيش معاي وما دخلنيش في الجو، وتخش علي يعني مانيش غادي معهم. ما حكايه وصارت وحكايه ومشات على روحها وتصلحت، ونعرف اللي صارت برشا حاجات جد في الكيب ناشيونال، لان زاد دي منظر كبير والبريزيدون. ومعناتها فرحان على الاخر اللي جوني وحكيت معهم وحكايه ومشات على روحها. هو جاب حذاك دكتور وديع الجاري البريزيدون تاع الفيدراسيون وسي منظر الكبير، جاوب حذاك في بالي في اخر جانفي في بالي وقت اللي جاوب حذاك، على اساس ان شاء الله باش تتفهموا باش تلتحق انت بالمنتخب الوطني. فما جديد لهنا؟ عملت الشوا نتاعك؟ نجموا نشوفوك ان شاء الله في القريب العاجل في البروشين ستاج نتاع المنتخب، نجموا نشوفوك مع المنتخب التونسي والا ما زلت تخمم انيس؟ ما نحبش نكذب عليك، ما زلت نخمم، وان شاء الله في وقت كي يجي الوقت باهي نكون مع المنتخب التونسي ان شاء الله. بي أنيس، فما حاجه اخرى، فما توا كي نشوفوا الميركاتو برشا لي ميديا يحكيوا على عروض من ارسنال، من غلاتا سراي، من مانشستر يونايتد، احكينا شنو هي الحكايه بالضبط؟ اسكو العام الجاي نقول نشوفوك في برومبي ولا نشوفوك في بطوله اخرى؟
وي جات صارت حكايات مع ارسنال وكيف الكبار يعسوا علي وجاتني معناتها، وانا فرحان على الاخر، واما كل يوم نخدم انا في الانترانمون في الماتشوات، وعندي المانيجير نتاعي بالاوفيرت كيما من الكيب تاع دانا، وان شاء الله تجيني الامكانيات وان شاء الله ان شاء الله. أنيس بن سليمان، أنيس معك بشير أنيماتور نتاع ليميسيون، جست حبيت نسأل بعض الأسئلة اللي بوتيتر تعاد عليهم وليد، أنا نشوف فيهم قدامي. تلعب زوز ساقين أنيس؟ نلعب زوز ساقين وي، معناها زوز ساقين كيف اللي هي يظهر لي خصال اللي ما عندناش برشا سواء في تونس ولا في ليكيب ناسيونال تاع تونس. وي معناتها ندريبل ونشوت ونعمل باس بالزوز ساقين، أما إذا مش نشوت بينالتي ولا حاجة نشوف ساقي اليمين. داكور، دونك اليمين اغلب ما زوز يلعب. الزوز يلعب ونهز باسات بالطوال وندريبل بالزوز ساقين. واضح. وبالنسبه للبوست نتاعك تلعب ميليو سنترال، معناها دومي بلغتنا احنا، متوسط ميدان. متوسط ميدان وين بالضبط؟ شنو هو البوست دو بريديليكسيون نتاعك، البوست اللي تحب تلعب فيه انت؟ تديبون انا الماتش وكونتر شكون، اما انا نجم نلعب مليو سنترال، نجم نلعب مليو اوفنسيف، الزوز بيبوات نلعبهم، اما مليو سنترال ومليو اوفنسيف احسن بوست لي يعني. امير شقال لك في البروفيل اليوم تاع انيس بن سليمان؟ مرحبا يا سي انيس، واول حاجه معنا ملاعبي دالي ملاعبي، معنا سي ان تالون اللي قاعده تحكي عليه توسيل الاعلام في اغلب بلدان الاوروبيه. ان شاء الله ساعه، اول حاجه احنا اللي يهمنا كتوينسا يعمل شوا نتاعو بالنسبه للمنتخب نتاعنا، وهو اكد هذا وقال يحب يلعب في بلاده، سينو بيان سور ربي ان شاء الله يوفقه في الكارير نتاعو. انا تفرجت معناها بصراحه قبل الحصه معناها بشير في دي فيديو، معناها ملاعبي بصراحه ديزامبرسيون، الحاجه اللي ما تلقاهاش برشا ملاعبي اخرين، اللي انيس معناها اتليتيكمون ما شاء الله، معناها 1.88 قوي بدنيا ما شاء الله، مي او ميم طون اي تري زابيل تكنيكمون، مرتاح برشا بالكره في الكوندوي دو بال في الدريبل، معناها il peut faire les deux rôles facilement que soit في récupération يعتمد على القوة البدنية نتاعو والمعناها لابور فيزيك نتاعو، كيف معناها في الرولونس ولا في بداية الهجمة ملاعبي مرتاح برشا ما عنده حتى قلق بالكرة، سي او ميم طون معناها سي ان بيفو سي ان ريجيسور، دونك ملاعبي انتريسون برشا، وظهر لي مانيش باش نضيفوا حاجة كبيرة، كي نقولوا لي ممكن هو بون يخبي هذيك بيان سور، مي كي نقولوا لي مسؤولين ارسنال معناها دخلوا معاهم كونتاكت، دونك هذايا ظهر لي يوريك قيمة الملاعب هذايا. ان شاء الله ربي يوفقه، ربي يوفقه زادة في الاوبجيكتيف تاعو في الماتش تاعو غدوة ويربحوا ويتعداو تخوزيام بلاس، وان شاء الله يعمل شوا باش يلعب معنا في المنتخب. انيس جوست كيستيون من بعد تنشوف الولاد اللي كان عنده كيستيون، تلعب مع المنتخب الدنماركي توا، تلعب بالوان دنمارك؟ وي معناها شوا باش يكون صعيب شوية الحقيقة. شوا في شنو ما سمعتش؟ معناها الشوا الاختيار من بعد بين تونس والدنمارك باش يكون صعيب نوعا ما، خاطر كمان اليوم نلقاوك في المنتخب الدنماركي. انا ما نحبش نكذب عليك وليد، اما مازلت في الديبي نتاعي، مازلت لعبت 6 ماتشات مع سينيور، معناتها مازلت ما دخلتش في في في, في الجو معناتها بالكدا، ووقتي جاني سي منتل كبير والبريزيدون، وقتها ما لعبتش حتى ماتش، وقلت لهم نفس الكلام، خلينا ندخل في الماتشات نتاعي ونوري روحي في السينيور، ونوري اللي نجم نلعبه مع السينيور، وان شاء الله في اقرب وقت نلقى ان شاء الله في اقرب وقت نلقى حل. انيس عجبك الكلام نتاع منذر الكبير وديع الجري، خاطر نعرف وديع الجري عنده برنامج نوعا ما في مخه، عنده قوه اقناع كيف اسكو الكلام نتاعهم وقت اللي جاوك واعتذروا لك على اللي صار لك في التجربه الفارطه عجبك ولا لا؟ عجبني على الاخر، وميرسي عليهم الزوز، وميرسي عليهم اللي جوني حتى للدنمارك، حاجه كبيره، اكسبيريونس كبيره عليا انا زاده، وكلامهم الزوز وكل عجبني، صحيح كل شيء صحيح، وميرسي على الناس الكل اللي يخدموا في ليكيب ناسيونال اللي ما يكلموني يكتبوا لي حتى في عيد وحتى في رمضان ومن بعد الماتشوات، ومرسي عليهم وحاجه ما ننساهاش ونحطها في قلبي. انيس منين انت؟ من تونس. الجهه نتاعك شنو؟ من سوسه. انا من سوسه، معناها ليتوال ولا جامعه اخرى في تونس؟
انا اللي توليت، ما حدش يفهم عليك، انا اللي توليت من سوسة، وانا نسكن في كروسيا، وانا عندنا اما اتوليست، انا احب شكله عليك، بابا اتوليست، معناتها وي انا اتوليست. مرحبا بك ان توكا انيس بن سليمان، شكرا لك، يعطيك صح. نعرفش وليد امير اذا كان فما حاجه اخرى، يظهر لي حكينا على كل شيء، كل شيء اعطانا كل شيء، يعطيك صح انيس. دونك ان شاء الله نشوف من وليد نحب زاد نعطي اخر كلمه للجمهور تونس. ميرسي، تفضل. وهي اللي نحب نقول لهم اللي انا نحب تونس ونموت على تونس، وملي عمري 5 سنين نتفرج على تونس ماتشات الكل، معناتها ماهيش حكايه اللي نحب دنمارك اكثر من تونس ولا حاجه، غير البريود اللي جات فيها صعيبه شويه توا، وان شاء الله في اقرب وقت نلقوا حل، وان شاء الله الكارير نتاعي تمشي كما نحب انا في مخي. انيس، انت فما برنامج باش تجي تصيف في تونس في بالي؟ شنو؟ في الـ في الـ في مش باش تجي تعمل لي فاكونس نتاعك في تونس؟ وان بلوس كي ان شاء الله ناخذ فاكونس نتاعي، نحب نمشي نعمل فاكونس في تونس، خاطر تونس بلادي. و ان شاء الله باش تجي بحذنا الاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. إذا وعد بيان لا وعد ان شاء الله، اذا كان جيت لتونس جيب حذانا هوني الشمس فام في اللاك في المقر نتاعنا. مرحبا بك، كنت كان نيس بن سليمان، يعطيك الصحه، شكرا لك على تدخلك معنا.